السلام عليكم. مثلا اخويا كريتي شي دار، ومثلا انت اخويا معلم او لا متعلم وباغي تخدم هاد تشوفو، غادي نوريك اخويا كيفاش تخدمو. عوض انك تعيط لشي معلم مثلا هو يخدم لك تشوفو، ولا تعيط مول الدار اللي كريتي عنده الدار مثلا وعنده بحال تشوفو يخدمو لك. غادي نوريك الطريقه كيفاش تخدمو. تبع معايا هاد المراحل، طريقه سهله وبسيطه. انت اخويا كيكون بحال كتشوفو هاد السام، كيكون هنا في النقطه الازرق، كيكون بحال هكا. هذا الماكما تقرب ليه، كدور هذا، كتحاول تدفع. فهمت اخويا؟ كتدفع بهذه الطريقه شي، وكتدور هنا، كتعطي واحد شويه الوقت بين ما كيخرج الغاز، يعني هذاك الغاز اخويا كيدفع البرد، كيخرج برد، عاد كضرب هنا. ها انت هاي فين عنده اخويا البريكه، كتكون ضرب هنا. هذا ما فيهش الكاش، ونفس الطريقه الكاش ما كيوصلش تقريبا لحد هنا، كتبقى باينه لك البريكه. كدير طق، كتشعل اخويا البريكه بحال هكا، كتسنى تقريبا واحد 10 ثواني 5 ثواني بين ما كيسخن. هاد سميتو هاد الترموكوبل، ها هو كيبان لك هنايا بما كيسخن الترموكوبل. صافي، من بعد كتجي السيروت. ها انت خويا هنايا هاد الضربه يعني ديال البريكه باش تشعل العافيه وما كيشرحوا لك. صافي، والسيروت كدورو كامل حتى الاخر. ها انت خويا، وخاص تبقى شاعله الفتيله، راه غادي تبان لك اخويا هنا من الفم ديالها في الكالكاش غادي تبان لك. ودابا غادي نشعل، شوفوا ونشوفوا واش شعل ولا لا. خويا الى استفدت من المعلومه حاول تبارطاجي هذه المعلومه المهمه. تحياتي والسلام عليكم.